رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومعانا دلوقتي في الاستوديو استاذ عبد القادر سعيد الصحفي في موقع يلا كوره. مساء الخير عليكم، منورنا. مساء النور، اهلا بيك. منورنا اكيد في كلام في الميديا، وعايزين النهارده نتكلم في حاجات كتير، وهنبتدي معاك بالازمات اللي موجوده دلوقتي واهم القضايا اللي موجوده دلوقتي في الساحه الرياضيه المصريه. ولو هنبتديها ممكن نبتديها بقى طبعا من الاحداث الساخنه وقرار لجنه المسابقات بايقاف كابتن علاء نبيل وتغريمه 20,000 جنيه. يعني طبعا قرار مغلظ، عقوبه مغلظه شويه على كابتن علاء نبيل. اللائحه كانت بتقول ايقاف مباراه واحده و10,000 جنيه، هم عملوا الضعف. مفيش توضيح من لجنه المسابقات الضعف طلع ليه، ومفيش توضيح اصلا عن سبب العقوبه. الكلمه اللي قالها الكابتن علاء نبيل اللي دوري مرجان احمد مرجان، دوري مرجان احمد مرجان، اعتبروها اهانه واعتبروها اثاره جماهير. واللائحه بتقول اثاره الجماهير مباراه واحده و10,000 جنيه. لكن العقوبه تضاعفت ليه ما عرفناش من اتحاد الكوره. يعني في النهايه على المقاولين وعلى نبيل انه يتقبل، لان ما فيش استئناف وما فيش اي حاجه من الحاجات دي. هو لازم ينفذ العقوبه ويدفع الغرامه في النهايه. طب انا هسالك انت وجهه نظرك الشخصيه، هل شفت كابتن علاء نبيل فعلا بيحاول ان هو يثير المشاكل لاتحاد الكوره، ولا اصلا كده كده الجماهير شايفه اللي بيحصل وهي عندها اصلا اراء مختلفه مش محتاجه كابتن نبيل ان هو يتكلم في الموضوع ده؟ هو كابتن علاء نبيل طبعا كان معذور، لان ما فيش حاجه في الدنيا اسمها ان الحكم يجي قبل المباراه ب 12 ساعه ونادي المقاولين لا يتم اختاره بالطاقم التحكيم الاجنبي. طلع قال ان ده كانه كان قاعد مستني في ميدان التحرير. يعني مش جاي من بره. بيقولوا له جاب التاشيره ازاي؟ يعني هو ازاي اصلا الراجل يجي في 12 ساعه؟ اكيد في اتفاق مسبق، واتفاق مسبق ما مش اعلان بيه نادي المقاولين العرب. ولو ما كانوش لعب المباراه كان هيبقى من حقهم جدا، يعني لان حاجه ما بتحصلش وحاجه بتنفذ بناء على طلب النادي الثاني والنادي المنافس ليه اللي هو الطرف الاخر نادي بيراميدز. فطبعا ده هتبقى حاجه غير مقبوله ابدا بالنسبه للمقاولين العرب. الثوره اللي حصلت من علاء نبيل ومن جهازه الفني ومن الاداره ومن شايف ان ده حقه؟ طبعا من حقهم طبعا. كمان ما فيش حكم خامس وسادس، ودي كانت حاجه غريبه شويه في الدوري المصري. قالوا ان تونس ما بتطبقش الحكم الخامس والسادس، مع اننا شفنا مباريات كتير في تونس بيتم تطبيق فيها الحكم الخامس والسادس. يعني كان ممكن، بس برضه غريبه جدا ان احنا نقول اصل تونس ما عندهاش حكم رابع وخامس، يعني ليه بنقول كده طالما احنا اصلا في الدوري المصري احنا جايبينهم هم يمشوا بطريقتنا احنا؟ هو احنا اصلا عندنا طريقه؟ احنا ما عندناش طريقه. احنا ما عندناش طريقه، ما عندناش اي حاجه في الدنيا. يعني احنا مالك نادي بيراميدز طلب حكام اجانب، جات له جول حكام اجانب. الموسم اللي فات سموحه على سبيل المثال طلب حكام اجانب في نهائي كاس مصر. كان تصريح اللي طلع من ثروت سويلم ساعتها المدير التنفيذي لاتحاد الكوره، قال ان نادي الزمالك عايز بطوله فمش هنجيب حكام اجانب. تصريح نصا تصريح يعني غريب جدا طلع من مدير التنفيذي اتحاد الكره وقتها، وقدر نادي الزمالك يحقق اللقب بحكام مصريين. وطبعا فاكرين الازمه اللي حصلت، لكن مع اول طلب من تركي آل الشيخ رئيس نادي او مالك نادي بيراميدز تم جلب الحكام الاجانب في 12 ساعه او اقل من 12 ساعه وادار المباراه وكسب نادي بيراميدز. طب لو كمان نتكلم عن الحكام الرابع والخامس، فطبعا كمان رئيس لجنه المسابقه عفوا رئيس لجنه الحكام فالاتحاد التونسي قال هم بيلعبوا بالطريقه دي مش زي ما بيتقال، يعني هو ما عندهمش الحكم رابع وخامس بالظبط. يعني هو اصل الحكم الرابع والخامس، الخامس والسادس دي مش يعني مش حاجه معضله كبيره، يعني انها مش في سيستم الكتروني مثلا نشتغل عليه زي الفار. هو الموضوع بسيط جدا، هو في حكم واقف على الخط علشان نشوف ضربات الجزاء، وحكم واقف الناحيه الثانيه عشان نشوف ضربات الجزاء والكرات القريبه. يعني وبالتالي ما كانش في سبب يعني ان هم يقولوا الموضوع هيبقى صعب عليهم، يعني خاصه ان ده السيستم اللي ماشي بيه في الدوري المصري. يعني كمان قال لك هنجيب لو طبقنا الفيديو مش هيبقى فيه حكام اجانب، ولو في حكام اجانب مش هيبقى فيه فيديو. فتحس ان في تخبط، يعني مفيش اداره. يعني احنا بنتفرج على الدوريات الاوروبيه بنهرب، ده هروب من الدوري المصري، بنهرب للدوري الانجليزي والدوري الاسباني، ما بنشوفش الكلام ده ابدا. يعني حتى الدوريات اللي ما بيطبقش فيها حكام الفيديو بتبتدي، يعني الدوري الانجليزي بجلاله قدره اقوى دوري في العالم. السنه دي عاملين حاجه تجريبيه، بيجربوا تقنيه الفيديو في مباريات من غير ما تاخد قرارات. يعني مباريات مثلا مانشستر سيتي وفولهام الاخيره كان في تجارب على تقنيه الفيديو، لكن الماتش ما بيقفش. ده هم تجارب من اجل التجارب فقط، مش من اجل الحكم في المباراه. صحيح. علشان من السنه الجايه او في اي وقت يقدروا يبقوا جاهزين يطبقوها بشكل احترافي بشكل كبير. وبيبتدوا يطبقوها في مباريات الكاس، كاس الرابطه مثلا كرباو السنه دي في الدوري الانجليزي هتتطبق بشكل برضو تجريبي. ولكن احنا في مصر الاول قالوا هنطبق تقنيه الفيديو على طول، بعد كده طلع احد المسؤولين في اتحاد الكوره يعني قال احنا محتاجين من 4 لـ5 شهور، مع انه كان من فتره قليله جدا او من كام يوم. واخر كلام كمان اتقال ان هو ان شاء الله تقنيه الفيديو دي هتكون شغاله قبل ما ينتهي الدور الاول من الدوري المصري.
يعني اخر كلام خالص بعد مباراه المقاولين وبيراميدز لما حصلت المشاكل دي، كان طلع اعتقد كابتن عصام عبد الفتاح قال احنا محتاجين من 4 لـ5 شهور. انت بتتكلمي يعني ممكن ما نلحقش الدوري ده اصلا، الدوري الموسم ده، مع ان التصريح اللي قبليه على طول كان احنا هنطبق تقنيه الفيديو في مصر. فطبعا ما فيش خريطه للكره في مصر، اداره ما فيش خريطه للاداره، ما فيش اي حاجه بصراحه. يعني الازمات اللي شفناها في الدور الاول، واحنا طبعا لسه في الجوله 7 من الدوري المصري ممتاز، شفنا مشاكل كتير قوي من بدايه الدور ده ومن بدايه الموسم ده لحد دلوقتي. تفتكر ان تقنيه الفيديو او الفار ممكن تحل المشاكل اللي موجوده دلوقتي، او يعني تقلل شويه من الاحتقان ما بين كمان الانديه المصريه والاتحاد المصري لكره القدم؟ طبعا هي التكنولوجيا عموما بتبقى مفيده في حياه الانسان، غيرت حياه الانسان كله، ليه ما تغيرش الكوره كمان؟ تقنيه الفيديو، الحكم الفيديو كمان بيدي ثقه للاعبين في القرارات اللي بتطلع، لان مش بيبقى حكم واحد بس شافها، اكتر من حكم في غرفه التحكم، كنترول روم كبير جدا في كل الامكانيات، وبالتالي نسبه الخطا تقريبا 0%. وان كنا شفنا برضه حالات بيتم فيها الخطا في تقنيه الفيديو، فاكرين مثلا ضربه جزاء مصر والسعوديه في كاس العالم، الحكم كان مصر انه يحسبها رغم ان غرفه التحكم في تقنيه الفيديو قالوا له لا، واصر انه يحسبها وشافها اكتر من مره. وبالتالي برضه يعني لو في حكم عايز يعمل حاجه معينه هيقدر يعملها، لان القرار بتاعه في النهايه. صحيح. ولكن طبعا هيقل كتير جدا من نسبه الاخطاء، وهيقل كتير جدا من الاحتقان بين الجماهير وبين اللاعبين في الملعب حتى، لان القرار لما يجي لهم خلاص من فوق من غرفه التحكم، يعني خلاص مش هيبقى في مجال للاعتراض. يعني استخدام بقى الحكام الاجانب، طبعا هم مش يعني هم اجانب بس عرب، يعني هم في الاخر طبعا بيندرجوا اجانب لان هم دي مشكله كبيره طبعا. فكره بقى ان احنا نجيب عرب هم اللي يحكموا الدوري المصري الممتاز، شايف ان ده قرار صحيح؟ هل في فعلا تفاوت ما بين مستوى الحكم المصري والحكم التونسي؟ بصي، هو التحكيم المصري الفتره الاخيره طبعا أسوأ من سيء، لكن التحكيم العربي كمان ما بنشوفش الحكام العرب متالقين. لكن يعني انا موافق على التحكيم الاجنبي، والتحكيم الاجنبي ضروري كمان في الدوري المصري بسبب اللي بنشوفه من الحكام المصريين الفتره الاخيره، وكمان على الاقل خلص المباريات الكبيره، يعني مباريات لو النادي الاهلي طلب انه يلعب المباريات اللي جايه كلها بتحكيم اجنبي، نادي الزمالك، الانديه اللي تقدر تتحمل التكلفه عموما، ده هيكون شيء في صالح اللعبه، لان مش هيبقى فيه تعنت، مش هيبقى فيه اتفاقات مسبقه زي ما بيشار احيانا. يعني فكره كمان ان يجي حكام عرب يحكموا لاول مره في مصر في الدوري المصري لنادي يملكه رئيس الاتحاد العربي، دي كانت حاجه يعني بنشوف حتى في اوروبا في افريقيا، ما ينفعش حد حكم من بلد يحكم لحد في طريق البلد الثانيه، فما بالك حد بيجي اصلا ممكن رئيس الاتحاد العربي يعينه بعد كده في مباريات بطوله العربيه مثلا، او يعليه يديله مكافئات في بطوله ثانيه. وبالتالي كان فيها برضو شبهه كبيره جدا ان يجي حكم عربي يحكم لرئيس الاتحاد العربي، دي كانت حاجه غريبه بالنسبه لي. يعني الموضوع غريب، حكام اجانب ماشي، بس ما تجيبش حكام عرب لرئيس الاتحاد العربي، حاجه غريبه جدا طبعا. صحيح صحيح. طيب خلينا كمان نروح بقى للدوري المصري عامه والمنافسه في الدوري المصري، شايف ان في ملامح منافسين على المربع الذهبي في الدوري المصري الموسم 2018 2019؟ طبعا، يعني احنا عندنا كان السنين اللي فاتت كلها كان الاهلي والزمالك والمصري، بما انه بيستغل عامل اللعب في ملعب واحد ذهاب واياب، كل مبارياته ذهاب واياب في ملعب برج العرب، دي كانت ميزه كبيره جدا بتدخله دايما في المربع الذهبي. السنه دي انضم النادي الوليد حديثا، نادي بيراميدز، بقى بينافس، عنده كوكبه كبيره جدا من النجوم، عنده دعم مالي مش متوفر لاي نادي في مصر، ومش هقول لك متوفر لاي نادي في افريقيا كمان، بما ان يعني احنا في مصر صفوه انديه افريقيا، عندنا النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، ما عندوش الدعم الكبير ده، البزغ في المكافآت وفي المرتبات والكلام ده، وبالتالي ده بيدي دفعه كبيره للاعبين، وانا شايف ان ده كمان بيدي دفعه يعني كبيره للمنافسين، كبيره للاعبين في النادي ده، لكن اكيد بيدي احباط لبقيه اللعيبه في الدوري المصري. بالظبط، انا كتبت فعلا قلت كده ان مكافآت بيراميدز دي هتسبب احباط للاعبين التانيين، يعني في لعيب تاني بيكسب ماتش بياخد 5000 جنيه 10000 جنيه، وهنا تلاقي 170000 جنيه 180000 جنيه، 10000 دولار، يعني بتتكلم كل مباراه كبيره بيكسبوها بياخدوا 10000 دولار، وده رقم ممكن يبقى يعني مكافاه ماتشين بمرتب موسم كامل بالنسبه للاعب في نادي متوسط، او حتى نادي في من انديه اللي بتنافس، يعني مش هقول لك الاهلي والزمالك، في انديه كتير بتنافس ما بتاخدش المبالغ دي بالنسبه للاعبين. يعني ايه بقى ابرز الظواهر اللي شفتها مثلا في الموسم الحالي؟
هو ابرز الظاهر طبعا ان اللي بيحصل اللخبطه اللي بتحصل دي مشكله التحكيم. طبعا مشكله التحكيم دي عايشه معانا من سنه 2000 قبل الميلاد، من ساعه ما لعبنا كوره في مصر. ده حقيقي. في وكل سنه كده في حادثه كبيره. بالظبط، في مشاكل الحكام المصري تحس مش شايف شخصيه الحكم اللي بشوفها في الدوريات الاوروبيه مش بشوفها في مصر. يعني بحس ان الحكم نازل خايف مضغوط، مش ده اللي يقدر يقود القرار. بالظبط، يعني مش بشوفه ابدا في اوروبا، مش بشوفه. طب يعني لو مثلا مسكنا مباراه الاهلي والانتاج الحربي، المباراه الاخيره للنادي الاهلي في الدوري المصري الممتاز لحد دلوقتي، وطبعا ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش، والهدف اللي اتحسب ان هو تسلل، هو طبعا كان هدف صحيح، وقرارات ابراهيم واضح يعني. وقرارات ابراهيم نور الدين في اللقاء ده، حتى يعني محمد الشناوي، احنا لعبنا محمد الشناوي كان يستحق طبعا ان هو ياخد كارت احمر ويطلع بره المباراه، حتى ما قدرش ان هو ينفذ القرار ده. كان في حاجه غريبه، هو كان مش عارف ياخد قرار صح، ومش عارف ياخد مثلا القرار ده عشان ما يتقالش عليه هو فعلا ضد النادي الاهلي، بس انت واضح ان انت جدا يعني ما حسبتش لضربه جزاء باينه زي الشمس. لا، ليه قرارات، ليه قرارات كتير ضد النادي الاهلي في كذا مباراه، يعني مش المباراه دي بس، هو على طول معتاد ابراهيم نور الدين قرارات عكسيه ضد النادي الاهلي في مباريات كتير. يمكن فاكر منهم مثلا مباراه اللي كانت ممكن تحسم بطوله الدوري المصري في الدوره الرباعيه، مباراه الاهلي والزمالك، حسب ضربه جزاء ضد النادي الاهلي، ضربه جزاء وهميه كانت ممكن تخسر النادي الاهلي الدوري، ولكن كان ساعتها نادي الزمالك اهدر. فهو دايما معتاد الوقوع في الاخطاء، وهنسميها الوقوع في الاخطاء بين قوسين يعني، ضد النادي الاهلي. ده طبعا مش ممكن يبقى موجود ابدا لو في تقنيه فيديو او لو في تحكيم اجنبي اصلا. صحيح. هيبقى في اخطاء التحكيم الاجنبي، ولكن بس مش زي اللي شفناها، مش هيبقى قاصد يعني احيانا اخطاء مقصوده. انت يعني كل اللي شاف المباراه دي حاسس ان في تعمد للقرارات، يعني الكره بتدخل ما بيحسبهاش يعني. انت مستني ايه تاني؟ ضربه جزاء واضحه جدا قدام عينك ما بتحسبهاش. هنا ما اقدرش اقول ان ما خدش باله او خطا، ممكن الخطا يبقى مره بس مش مرتين يعني كره واضحه زي الشمس يعني. وعشان اكمل بقى السيناريو ويطلع شكل الموضوع كويس قوي، يجي محمد الشناوي ومش هطرده عشان ما بانش ان انا ضد الاهلي فعلا. بالظبط، ساعات بيحصل كده كتير جدا في التحكيم، ودي نقطه كويسه جدا انت اتكلمتي فيها. يعني ممكن يضربك ضربه جامده جدا ويجي يفوت لك حاجه مش هتاثر كتير يعني. طبعا محمد الشناوي كان طرده هيبقى مؤثر، الاهلي يلعب 10 لاعبين بس، مش ده برده اللي ممكن يوقع النادي الاهلي. شفنا ان الاهلي بيكسب ب 10 لاعبين كتير، وعنده على دكه البدلاء كان شريف اكرامي حارس كبير يقدر ما يسببش مشاكل للنادي الاهلي يعني. صحيح. في البطوله المحليه. طيب نروح بقى لملف تاني، هو ملف دوري ابطال افريقيا، لقاء النادي الاهلي القادم ان شاء الله قصاد ورايا كوناكري الغيني يوم السبت اللي جاي على ملعب السلام. شفت انت اكيد لقاء الذهاب اكيد في غينيا، وشفت اللقاء اللي انتهى بالتعادل السلبي من غير اهداف في غينيا في كوناكري تحديدا. شفت اداء النادي الاهلي ازاي هناك، واداء برضو ورايا كوناكري الغيني، وشايف الفريق ده ممكن يكون فيه قلق منه هنا على ملعب السلام؟ بصي، هو انا كنت من شويه بقول لك ان الكره في مصر برضو فيها يعني مقاسي كتيره جدا، لكن في افريقيا في مقاسي اكتر. صحيح، او مش على التحكيم قوي زي ما بيحصل في مصر، لكن الملعب مثلا على سبيل المثال، الملعب كان طبعا لا يصلح لمباراه بهذا الحجم في بطوله افريقيا في دور الثمانيه. يعني ما ينفعش يبقى بطوله افريقيا عايزين بيطلبوا ان يحضر فيها جمهور كتير، بيطلبوا ان العوائد البث تزيد كتير، وفي النهايه ما يكونش في ملاعب اصلا تقام عليها المباريات. النادي الاهلي كان متكتف تماما، لجا احيانا كتير للكرات العاليه، حتى فريق الغيني كمان انا ما كنتش شايفه بيلعب كوره ابدا، كان متراجع للدفاع، ما تعرفيش بيدافع ولا بيهاجم، بيلعب ضغط عالي ولا لا. وبالتالي بس اكيد الفريق الغيني متعود على الارضيه دي، يعني دي ارض ملعب. في فرق افريقيه كتير جدا بتبقى على ملعبها حاجه، ولما تيجي تلعب على ملعب كويس او بساط زي مثلا برج العرب او استاد القاهره زمان، بتلاقيه مختلف تماما، بتلاقيه بيلعب احسن كمان من ما بيلعب في ملعبه. ومن هنا ده الخوف الوحيد بس بالنسبه لنا من فريق الغيني، انه ممكن يجي في مصر، ممكن الموضوع يجي بالعكس بقى، يتفاجئ بقى على الارض دي مش متعوده عليها. ممكن، بس هو فريق قدر يوصل لربع النهائي، وبالتالي ممكن لازم النادي الاهلي يعمل حسابه. لو النادي الاهلي نزل شايف ان ده فريق ممكن يتغلب بسهوله، النادي الاهلي هيخسر المباراه، مش هقول لك هيتعادل. وده كمان اللي حذر منه كارتيرون، النادي الاهلي لو احترم الفريق ده هيكسب سكور. انا حتى كتبت الكلام ده، هيكسب الفريق سهل، ممكن نقدر نكسبه 2 و3 و4 كمان، ولكن مع احترام المنافس وتخلي بالك كويس. شفنا المباراه الاخيره للنادي الاهلي في المجموعات ايه اللي حصل فيها، النادي الاهلي كان بسهوله جدا يقدر يكسب 4 و5، ولكن سجل فيه هدف و2 و3 وتعرض للاحراج في برج العرب يعني. حقيقي. طيب اللقاء ده اللي هيتلعب ان شاء الله يوم السبت اللي جاي على ملعب السلام، شايف الافضل ان هو يتلعب على ملعب السلام ولا برج العرب؟
هو الافضل من ناحيه الحضور الجماهيري انه يتلعب في ملعب السلام. شفنا بالظبط ده حاجه عظيمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. ملعب السلام لو شال 20,000 كانك بتلعبي في استاد القاهره وسط 100,000. الملعب هيبقى ضيق وفي جمهور كتير، صوته ما هيبقى عالي، هيسبب ذعر للمنافسين، على عكس برج العرب لو في 20,000 هيبقى كان اثنين واقفين بينادوا على بعض في صحراء. يعني بيبقى الملعب واسع جدا وصوتهم مش باين، غير الصعوبات اللي بتواجه الجماهير في الطريق حتى في السفر في الدخول في البوابات. الموضوع في برج العرب اصبح كابوس بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، وبالتالي في استاد السلام. صحيح استاد السلام مش في القاهره اصلا، يعتبر في الشرقيه يعني ومسافه كبيره، ولكن الطريق افضل بكتير، الدخول اسهل بكتير، ملعب اظرف كمان بالنسبه للجماهير يعني. طيب خليني اسالك توقعاتك، مين هيكون موجود في المربع الذهبي في دوري ابطال افريقيا بعد دور الثمانيه؟ بس هي توقعات صعبه جدا يعني، انا يعني لعبه التوقعات دي ما بحبهاش قوي في الكوره، لكن اتمنى يعني ان يكون النادي الاهلي احد طرفي النهائي، والنادي الاهلي يقدر يحقق اللقب تاني. شفنا السنه اللي فاتت بالمناسبه يعني الحكم اللي كان ادار مباراه الاهلي والوداد كان من الحكام اللي عليهم علامات استفهام كبيره جدا. صحيح. وشفنا انه تم ادانته او تم الاشاره لادانته مؤخرا من ضمن الحكام اللي بيتعاطوا بياخدوا رشاوي يعني. هو فعلا ادمان يعني، تعاطي الرشاوي ده ادمان لانها حاجه غير سويه بالنسبه لاي انسان. صحيح. يعني نتمنى ان النادي الاهلي يتجنب هذه الامور، واتمنى انه ما يلعبش مازيمبي، رغم ان كارتيرون قال انه يتمنى ياخد البطوله من مازيمبي، لكن مازيمبي مشهور في افريقيا انه في ملعبه مش هتقدر تكسبه بسبب الملعب وبسبب الحكام، لان في علامات استفهام كتيره كمان بين رئيس النادي والتظبيط الحكام زي ما بنقول، وبالتالي ما اتمناش ان النادي الاهلي يلعب الفريق ده، مش لقوته ولكن للظروف اللي ذكرتها يعني. صحيح. طيب خليني اروح معاك بقى دلوقتي للمنتخب الوطني الاول والاجاري مدير الفني لمنتخبنا الوطني الاول، وطبعا اللقاء الوحيد اللقاط في منتخبنا الوطني قصاد نيجر، وفوز فوز منتخبنا الوطني بست اهداف نظيفه. شفت اللقاء ده ازاي؟ يعني اللقاء كان تدريبه او تقسيمه حلوه، اتدربنا بشكل كويس، حاولنا نشوف اجيري عايز يعمل ايه في الملعب، لكن يعني الحكم على منتخب مصر في المباراه دي كان هيبقى مش عادل. الحكم مش عادل لان كنا بنلعب فريق عامل زي فرق المدارس، مش قادر يدافع ومش قادر يهاجم مش قادر يعمل اي حاجه. 6-0 دي كانت نتيجه سيئه جدا لمنتخب مصر، لان صحيح. انا شايف منتخب مصر كان يقدر يكسب 10 اهداف في المباراه دي لولا سوء التوفيق في كتير جدا من الفرص. بالظبط كتير جدا من الفرص شفنا ضاعت، لكن بانت ملامح بسيطه جدا لمنتخب مصر، زي مثلا انه عايز يلعب بثلاثه في الهجوم 4-3-3 بدل 4-2-3-1، انه بيريح الجمهور شويه. بالظبط يعني شفنا 4-3-3 دي خطه هجوميه يعني جوارديولا مثلا بيلعب بيها، برشلونه بيلعب بيها، دي الخطه الهجوميه المفضله عند معظم ساري حاليا بيلعب بيها مع تشيلسي، عند معظم الفرق اللي بتهاجم دي الخطه المفضله عندهم. 4-1-4-1 كمان بيتم استخدامها، ولكن 4-3-3 دي هي من اعظم الخطط الهجوميه، ودي اللي لعب بيها اجيري المباراه دي. ولكن مش عايز نستعجل الحكم عليه، مش عايز نقول ان هو مدرب عظيم قوي لاننا كسبنا 6-0، لاننا كسبنا فريق اي نادي في الدوري المصري كان ممكن يكسبه بسكور كمان يمكن اكتر كمان من 6-0. مش معيار ابدا خالص مش معيار ابدا، ولكن هي بدايه جيده، كسبنا مباراه رسميه في الاول وفي الاخر يعني. لاعبين استفادوا برفع رصيدهم الدولي زي محمد صلاح مثلا، ففيها مكاسب كتير، وانا شايف ان محمد صلاح عنده فرصه عظيمه جدا كمان انه هيلعب لسه قدام النيجر تاني، وهيلعب سيراليون رايح جاي، يعني ممكن يسجل 10 اهداف في الثلاث مباريات دول يعدي خالص يعني. ممكن نعتبر ان مباراه النيجر دي كانت بدايه تعارف ما بين المدير الفني ولاعيبه منتخبنا الوطني. اكيد طبعا، هو حظه حلو ان المباراه الاولى كانت ما كانتش مباراه تونس في تونس مثلا زي المباراه الاولى اللي احنا خسرناها، كانت مباراه سهله يقدر يعمل فيها اللي هو عايزه، يقدر يعني كاننا بدون اي ضغوط بدون اي ستريس بنلعب براحتنا جدا، تقدر تنفذ اللي انت عايزه او تشوف تفهم لعيبتك انت عايز تعمل ايه. مين اللي شفته ان هو اتظلم بعدم استدعائه لمعسكر المنتخب اللي فات، ومين اللي بتتمنى ان هو ينضم ان شاء الله لمعسكر سوازيلاند؟ يعني فكره مين اللي شفت ان هو ما كانش المفروض اصلا يكون موجود او يتم استدعائه للمعسكر اللي فات؟ بصي هو يعني بالنسبه للعيبه اللي اتظلمت، طبعا انا شايف ان الدوري المصري دلوقتي فيه 2 مهاجمين كويسين جدا، يمكن لا يقل ابدا عن اللي بيتم اختيارهم، يمكن في بعض الاحيان بيكونوا افضل. احمد علي مهاجم المقاولين مهاجم كويس. صحيح. جدا
صلاح امين كمان اثبت انه مهاجم من الطراز الاول يعني. فليه الاثنين دول ما يتمش استغلالهم مع وجود لاعب صغير السن زي صلاح محسن مثلا؟ يبقى انت عندك لعيبه سنها كبير ولعيب سنه صغير للمستقبل، الخبره مع المستقبل، ده الميكس اللي بيبقى بينجح اي فريق في الدنيا. أكيد. شايف الاثنين دول هيبقوا اضافه كبيره جدا لمنتخب مصر، ولكن محتاجين كمان نجربهم في على المستوى الدولي، هيبقوا بنفس الشخصيه ولا شخصيتهم هتقل؟ في لعيبه على المستوى الدولي بتخاف، ما بتقدرش، بتترعش. صحيح. مش قادره يعني مثلا لو كلمنا على صلاح امين طبعا هداف ما حدش يختلف عليه ابدا، وعنده امكانيات وعنده خبرات، لكن عامل السن ده يعني مختلف تماما عن فكر اجيري بيحاول ان هو يضم صغار السن. شفنا اجيري يعني بيستبعد احمد فتحي اللي هو كان زي عمود فقري في المنتخب الوطني، كان لعب دور الجوكر كمان في سواء في امم افريقيا او في المونديال اللي فات، كان قد ايه مهم. فهو برده يعني اجيري كان عنده استعداد ان هو يستغني عن احمد فتحي عشان عامل السن، فصعب جدا ان هو يضم صلاح امين. يمكن مركز احمد فتحي مركز متوفر فيه عدد كبير من اللاعبين، يعني شفنا احمد المحمدي مثلا، محمد هاني، في لعيبه كتير جدا تقدر تلعب في المركز ده. لكن مركز المهاجم في مصر يعني في منتهى الفقر في الفتره الاخيره، ما فيش مهاجمين. احنا رحنا كاس العالم ما عندناش غير مروان محسن، يعني انت متخيله منتخب صحيح. مصر رايح كاس العالم ما عندوش غير مهاجم وحيد، ومروان محسن ما كانش في افضل حالاته كمان صحيح. في البطوله بسبب طبعا الاصابه اللي تعرض ليها في امم افريقيا اللي فاتت، طبعا بسبب طريقه اللعب كمان كان بعيد يعني تماما عن الملاعب فتره كبيره. طريقه اللعب كل المهاجمين اللي لعبوا في منتخب مصر لما سالناهم كصحفيين يعني قالوا ان طريقه كوبر ما كانتش عايزه المهاجمين يجيبوا جوان اصلا، المهاجم كان بيلعب كمدافع او كيضغط على المدافعين ويفتح مساحات لمحمد صلاح او لتريزيجيه، لكن المهاجم ما كانش مطلوب منه انه يتواجد اساسا في منطقه الجزاء كتير يعني، وده طبعا كان بيقلل كتير جدا من المهاجمين في خطه كوبر. لكن في منتخب مصر مين المهاجم دلوقتي الاساسي؟ ما فيش. مروان محسن بيتعرض لاصابات كتير، صلاح محسن لعيب واعد ولعيب هيكون ليه مستقبل كبير جدا لو يعني اظهر تركيز ورغبه اكبر في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، اعتقد انه هيكون رقم واحد في الفرقتين. لكن مش هتعتمدي على لعيب واحد، احنا مش عندنا كوبر دلوقتي هنروح بمهاجم واحد ومش مهم اهاجم اصلا. انت احمد علي، صلاح امين ممكن هيتم استخدامه من فترات، يعني احنا بطوله كاس الامم الافريقيه بعد شهور، مش هنقول هيلعبوا كاس العالم 2022، من هنا ل 2022 ممكن يظهر لعيب يكون عنده 20 او 21 سنه دلوقتي، يبقى بعد سنه او سنتين يكون لعيب ظهر تقدر تضمه مع صلاح محسن مثلا كلعيب مهاجم، وبالتالي هما الاثنين دول شايف ان هما ممكن يفيدوا منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه لو تاهلوا، بشرط ان هما يتم تجربتهم الاول على المستوى الدولي ونشوف هل هيكون رد فعلهم زي ما بنشوفه مع انديتهم ولا لا. مين بقى اللي شفت ان هو انضم للمنتخب بس ما كانش يستحق ان هو يتم استدعائه؟ يعني ما فيش بصراحه، يعني انضم المنتخب في الفتره الاخيره انا كنت معترض شويه على علي غزال، لكن هو قدم مباراه جيده، وان كانت المباراه اصلا مش مقياس يعني زي ما قلت لك مباراه سهله، لكن انا كنت مستغرب شويه فكره انضمام علي غزال وفكره مشاركته اساسي بما انه جديد. بيلعب في يعني دوري ما فيهوش كوره قوي، ما خدش خطوه كويسه بعد البرتغال، شفناه بعد مع منتخب مصر في الفترات اللي تم استدعائه فيها ما كانش بالمستوى المأمول، ولكن طبعا الراجل لعب ماتش جيد حتى لو قدامه منافس ضعيف، ولكن في النهايه نتمنى له التوفيق في الفتره اللي جايه يعني، ويكون من نجوم منتخب مصر ما حدش هيكرهه. نروح بقى لنجمنا محمد صلاح الفرعون المصري، نجم ليفربول الانجليزي، ولقاء ليفربول امبارح في الشامبيونز ليج قصاد باريس سان جيرمان، شفت اداء محمد صلاح ازاي؟ محمد صلاح للاسف بيتعرض لضغط يعني غير طبيعي في الفتره الاخيره، محمد صلاح بيفكر في حاجات كتير غير الكوره. شفت محمد صلاح امبارح كان يعني تقريبا ده اسوأ ماتش شفته لمحمد صلاح في ليفربول، يعني تسبب كمان في الهدف الثاني اللي سجله باريس سان جيرمان، وكان هيبقى في مشكله كبيره جدا بالنسبه لليفربول لو تعادل المباراه دي، وكان ممكن يخسر كمان في اللقطات الاخيره. شفنا قبل ما يسجل الهدف كان اتعمل عليه مرتدات كتيره عنده نيمار ومبابي، طيارات بيعملوا هجمات مرتده سريعه جدا، وان كان نيمار امبارح يعني نقول محمد صلاح كان سيء، نيمار كان أسوأ، بس ده طبعا مش مبرر ان محمد صلاح يظهر بالمظهر ده. محمد صلاح دايما انا عجبني امبارح تصريحات محمد ابو تريكه طبعا عن محمد صلاح، قال له ما تخليش الكوره تبقى عبء عليك. محمد صلاح نازل الملعب وهو مهموم، عايز يكسب الفريق، عايز يبقى هو صاحب التهديف، عايز يبقى صاحب التأثير الأكبر، بيفكر في ماني. طبعا الناس ممكن تقول الناس دي ما يعني ايه ماني اناني، ويعني ايه ماني ما بصيلوش كورة، الناس دي ما بتفهمش كورة،
انا متاكد 100% ان ماني بيبقى نازل مش عايز يباص الكره لمحمد صلاح. صحيح. ماني نازل جواه عايز يبقى هو احسن لاعب في افريقيا. ليه انا اخدم عليه وهو اللي ياخد الجوائز بالظبط؟ وان كان ماني اصلا كان هو نجم الفريق قبل ما يجي. صحيح. محمد صلاح اخد من تحت رجله. محمد صلاح بقى نجم العالم مش نجم الفريق بس. وبالتالي اي نفس بشريه هتبتدي تتغير وتتحرك قدام محمد صلاح. الغريب ان يورجن كلوب ما خدش اي اكشن مع ماني. وحتى محمد صلاح بعد شفنا المباراه الاخيره امام توتنهام بعد ماني ما اكتر من كوره ما رضيش يباص محمد صلاح. محمد صلاح عمل نفس الطريقه وما رضيش يباص ماني. وفي النهايه ليفربول كان ممكن برضو يتعادل في الوقت اللي فات. وانا شايف ان ده اكبر خطر بيهدد ليفربول هو التاثير على مستوى محمد صلاح رقم واحد، وعدم التفاهم او عدم التجانس بين الاثنين محمد صلاح وماني. زي ما بقول لك انا عايز اقول لك ان يعني كل حتى الصحف الانجليزيه اتكلمت عن الموضوع ده. اندبندنت ميرور كله كان بيتكلم عن الانانيه اللي موجوده دي هتودي ليفربول في داهيه. طبعا هي واضحه جدا يعني اي حد بيحب الكوره يبقى شايف ده. حتى جري ماني لما بياخد الكوره محمد صلاح كده بيروح مديله ظهره وجري الناحيه الثانيه علشان يباص لحد ثاني. لازم ليفربول يشوف حل، ولازم محمد صلاح تحديدا ما يفكرش في الموضوع ده كتير. محمد صلاح لازم يركز انه عايز يخدم الفريق، ومش لازم ماني بيعمل كده، مش لازم يركز معاه قوي. لازم اللي جات له الكوره اديها لماني، وهو اكيد لازم هيتغير معاك في الفتره اللي جايه. صحيح. لكن انت لازم يكون هدفك الاول هو انك تساعد فريقك. مش مطلوب منك تسجل 50 هدف السنه دي، مش مطلوب منك تنافس كل سنه على احسن لاعب في العالم. انت العب الكره السهله. يعني يمكن نفس الكلام ده حتى قالوا له ابو تريكه امبارح، قال له العب السهل وما تخليش الكره عبء عليك. نصيحه بسيطه جدا وسهله جدا. صحيح. واعتقد محمد صلاح هيعيد التفكير في الفتره اللي جايه دي. وان كان شاكيري اصلا انضمام شاكيري ونزول مستوى محمد صلاح ده ممكن يهدد اصلا مشاركته بعد كده في كل المباريات. يعني محمد صلاح الموسم اللي فات كان بيطلب من كلوب انه يشارك في كل مباريات الدوري الانجليزي عشان ينافس على بطوله الهداف. لكن شاكيري المره دي ممكن يكون تهديد كبير لمحمد صلاح. مش هقول لك انه يقعد احتياطي، ولكن انه يغيب عن بعض المباريات. خلينا نروح معاك دلوقتي بقى لسؤال تاني، نرجع بيه للنادي الاهلي والبطوله الافريقيه. وهسالك مين هو افضل لاعب في النادي الاهلي لعب في البطوله الافريقيه لحد دلوقتي من وجهه نظرك؟ يعني النادي الاهلي لحد دلوقتي ما قدمش قوي اللي احنا منتظرينه منه في بطوله افريقيا او في الادوار الاقصائيه. شفنا مباراه الذهاب كانت انتهت بالتعادل. يعني بعد اربع فوز متتالي بالظبط. يمكن سليف كوليبالي يمكن كان من ابرز اللاعبين في النادي الاهلي. فكره المدافع الهداف دي بقت حاجه دلوقتي عظيمه بالنسبه. صحيح. لانديه كبيره حتى في اوروبا. بنشوف راموس، بنشوف بيكي احيانا كتير كان بيسجل، بنشوف جون ستونز، امريك لابورت، لعيبه كتير جدا بتسجل اهداف وهم في مركز قلب الدفاع. ده ميزه كبيره جدا للنادي الاهلي دلوقتي سليف كوليبالي. واعتقد الضربات الركنيه بقت اشبه بالفاولات اللي من على حدود منطقه الجزاء في الخطوره. صحيح. يعني بسبب وجود اللاعب ده. انا شايف انه مكسب كبير طبعا بالنسبه للنادي الاهلي. طيب خلينا نستعرض معاك كده كمان الجمهور سالنا نفس السؤال، قلنا لهم مين افضل لاعب في النادي الاهلي شارك في البطوله الافريقيه. جالنا من الفيسبوك احمد النفيلي بيقول كوليبالي مستواه ثابت ما شاء الله، واتمنى انه يستمر على كده ويجي بعده علي معلول. ضياء حسني بيقول ازارو مؤثر جدا بالاخص ماتش الترجي، جاب هدف وشال هدف من على الخط، غير ان هو هداف الفريق في البطوله. مصطفى المدبوح بيقول من وجهه نظري كوليبالي مستواه كويس ومتاقلم مع الفرقه بشكل كويس. وكمان عمرو السوليه واحمد فتحي. وائل بيقول مساء الخير، من وجهه نظري معلول وكوليبالي وازارو. رضا بيقول مساء الخير يا شيما، وعلى مساء الخير على كل قناه الاهلي. افضل لاعب كوليبالي وليد ازارو، انتظروا مفاجاه الموسم. صلاح محسن. عادل صبري بيقول افضل لاعبين من وجهه نظري حاليا في النادي الاهلي بصفه عامه ازارو كوليبالي وليد سليمان ومعلول. احمد صبحي بيقول كوليبالي علي معلول الاكثر ثبات حتى الان، ويا رب اللعيبه كلها تكون في حالتها. باسم عبد الله بيقول لعيبه الاهلي كلها رجاله، ما عندناش لاعب افضل من لاعب، عايز فرقه قائدها حسام عاشور ما تبقاش لعبتها كلها رجاله. احمد محمد بيقول مساء الخير عليكي، من وجهه نظري افضل لاعب الان هو علي معلول. حسن مصطفى بيقول الشناوي. كمان من على تويتر حنان عمر بتقول سليف كوليبالي. منار بتقول معلول وكوليبالي وازارو. ممدوح بيقول حسام عاشور ازارو احمد فتحي. سحر بتقول علي معلول. علاء الجنيدي بيقول وليد سليمان. ويكا بيقول صلاح محسن. وفاروق عماره بيقول وليد ازارو هو الافضل، ان شاء الله هيبقى هداف دوري ابطال افريقيا. احمد اسماعيل بيقول مساء الخير، من وجهه نظري ان كل لعيبه الاهلي بلا استثناء كلهم مميزين بالاخص الشناوي كوليبالي فتحي عاشور سليمان ازارو، وان شاء الله الفوز للنادي الاهلي. يوسف عزوز بيقول وليد ازارو.
ومن الانستجرام وليد محمد بيقول ازارو وليد سليمان، نوران سالم بتقول علي معلول وليد سليمان كوليبالي، وعلي نور بيقول ازارو وليد سليمان كوليبالي، مصطفى النشار بيقول وليد سليمان، صلاح محسن الشناوي، ومحمود المصري بيقول علي معلول. دي كانت المشاركات اللي جات لنا النهارده من جمهور النادي الاهلي على سؤالنا النهارده. سؤالنا كان بيقول مين هو اللاعب اللي في النادي الاهلي اللي شفته ان هو افضل لاعب شارك في بطوله افريقيا؟ رايك ايه في تفاعل الجمهور؟ طبعا هم اختياراتهم كلها موفقه جدا، ان كان كوليبالي او وليد سليمان او وليد ازارو او علي معلول، كلهم طبعا لعيبه نجوم في النادي الاهلي. وانا عجبني التعليق اللي قال ان لعيبه النادي الاهلي كلهم لازم يبقوا نجوم، وده اللي متوقعينه من النادي الاهلي، بدايه من حارس المرمى لحد المهاجم. لازم لعيبه النادي الاهلي كلهم يظهروا روح الفانيلا الحمراء ويظهروا القتال اللي في الملعب علشان يرجعوا بطوله افريقيا من 2013. جمهور النادي الاهلي بيحلم ببطوله دوري ابطال افريقيا، بما ان الدوري المصري فقد لذه الفوز بيه بسبب الانتصارات المتتاليه اللي بحققها النادي الاهلي، وبالتالي اصبحت بطوله افريقيا هي الهدف الاكبر والاعظم لجمهور النادي الاهلي. اكيد استاذ عبد القادر سعيد الصحفي في موقع يلا كوره نورتنا النهارده في كلام في الميديا، استمتعنا جدا بوجود حضرتك معانا. ميرسي جدا، شكرا لي. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده في كلام في الميديا، اشوفكم ان شاء الله يوم السبت اللي جاي في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5. بكره ان شاء الله يكون معاكم زميلي امير هشام. اشوفكم على خير.